مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية في برنامج اطياف، وبيسعدنا يكون معانا النهارده المخرج الكبير عصام السيد. مخرجنا الكبير استاذ عصام، اهلا بيك معانا. واحنا النهارده بنتكلم عن 30 هذا الحدث المهم الثوري في التاريخ المصري، واحتفالنا احنا يمكن في اطياف ليه طبيعه خاصه، انه المثقفين هم اللي قادوا الطريق الى 30. حضرتك مخرج مسرحي كبير، عندك اعمالك المسرحيه، ازاي شفت الطريق ل 30 يونيو من رؤيه المخرج المسرحي؟ هو الحقيقه الطريق ل 30 يونيو يعني لم يسجل مسرحيا لغايه دلوقتي. انا اقصد ان حضرتك كمسرحي بتشوفه ازاي؟ طبعا هو الاساس هو في المسرح هو الدراما، الصراع. نعم. هو كان في صراع شديد في 30 يونيو، صراع ما بين حاجات قوى كتير قوي وإرادات كثيرة، لكن الحمد لله الحمد لله قدرنا نتغلب عليها. ممكن نتكلم بتفصيل عن قوى الصراع اللي كانت موجودة واللي أدت إلى 30 يونيو، وحضرتك أفردت ليها، والطريق ليونيو كان وملابساته كان موضوع كتابك الجديد اللي سيصدر قريبا في ذكرى 30 يونيو. ان شاء الله. هو الحقيقه ال 30 يونيو الكتاب اطلقت عليه ايه؟ اسمه اعتصام المثقفين، الطريق الى 30 يونيو. تمام. الحقيقه الكتاب بيسجل الفتره من بدايه تولي وزير ثقافه الاخوان، هو الدكتور هشام قنديل مسك رئاسه الوزراء. نعم. مع الاخوان عمل ثلاث تغييرات في الوزاره او ثلاث تعديلات، تعديل وزاري. اخر تعديل جابوا فيه وزير ثقافه لم نسمع به من قبل. نعم. ودي كويس؟ كانت يعني العباره اللي قالها او الواقع اللي قاله المثقفين، انه حس انه في شخص دخيل على الثقافه حتى لو كان شخص اكاديمي لكنه ملوش حراك ولا فعاليه في الثقافه المصريه. وبالتالي بدا المثقفين يتوجسوا من هذه المساله. كان في قبل صدور قراره كان في شائعات بمثقفين معينين انهم هيتولوا، وبعضهم كان خايف ان هو يتعاون مع الاخوان. لكن للاسف الشديد صدر القرار بتاعه، وفوجئنا بعد صدور قراره بمجموعه قرارات اخرى. هذه القرارات يعني حسستنا او اوحت لنا او خلتنا نتاكد ان في محاوله لاخوانه الدوله. هذه المحاولة هي اللي خلت كل المثقفين بقى يبتدوا يقفوا ضد هذا الوزير وضد قراراته، وبالتالي أدى هذا إلى الاعتصام. الكتاب بقى بيتكلم في الأسرار وكيفية اللي حصل، وإيه مين قال إيه فين إمتى.